اليوم راح نعالج الحاله تبعت سبرينج ماس دامبر اللي بكون عندي الانيشال كونديشنز نون زيرو. فاذا بتتذكروا هون عندنا الحاله اللي اخذناها عندي ماس سبرينج دامبر، واحنا كنا دائما نفترض انه اكس اوف زيرو بيساوي زيرو وفي اوف زيرو او اكس توب اوف زيرو بيساوي زيرو، كنا نحب نفترض عندي فورس. هلا ممكن في حالات معينه ما يكون في عندي هذا الشيء صحيح، ممكن يكون عندي الانيشال كونديشن مش زيرو. هلا انتوا جاوبوني، هلا راح اسالكم اكثر من سؤال اشوف اذا انتوا لو نفترض ما عندي انا فورس، ما حطيت فورس على هذا السيستم. وجيت قلت هذا السيستم راح يكون الانيشال كونديشن، يعني لاحظوا هاي النقطة هي الانيشال كونديشن، وعند هون عندي هاي اكس اوف تي بتساوي زيرو، عند النقطة هاي، هاي كانها نيوترال بوينت من هون. ايش يعني انه يكون اكس اوف زيرو مش زيرو وفي اوف زيرو زيرو؟ يعني السرعة زيرو بس اكس اوف زيرو مش زيرو، شو يعني فيزيكلي هون؟ حسيا شو معنى؟ بتكون مسحوب الماس. انها بتكون الماس مسحوبة، يعني مثلا لما التايم زيرو التي بتساوي زيرو، هذه الماس بتكون موجوده مثلا نسيوم مع مسافه معينه عن هاي النقطه، يا بوزيتيف يا نيجاتيف. اوكي واضح هاي شو معناها؟ طيب لو كان العكس، لو كان عندي اكس اوف زيرو بتساوي زيرو بس في اوف زيرو ما بتساوي زيرو، شو يعني؟ ايش يعني في اوف زيرو ما بتساوي زيرو واكس اوف زيرو بتساوي زيرو؟ في شيء اف اوف تي انه الجسم متحرك. تمام، متحركه. وين متحركه؟ فوق. عند النقطه هاي هي الماس مضبوط موجوده في النقطه هاي، واكس اوف زيرو بتساوي زيرو، لكن في هذيك اللحظه لما بفتح بفتح الستاره التايم بتساوي زيرو وبطلع شو بلاقي ما ام عمالها بتعمل؟ سرعتها مش زيرو، متحركه. ماشي واضحه النقطه هاي؟ يعني ممكن يكون عندي حالتين، ممكن يكون عندي حاله اكس اوف زيرو ما بتساوي زيرو وفي اوف زيرو بتساوي زيرو، معناها الماس مسيوح على نقطه النيوترال هاي اللي يكون بريم من هون. كاني انا مسكت الماس بايدي من هون حطيتها هون ضليت ماسكها تايم زيرو خلتها وبدت تتحرك معي. او ممكن تكون في اوف زيرو ما بتساوي زيرو واكس اوف زيرو بتساوي زيرو، يعني الماس هي مضبوط موجوده عند النيوترال بوينت لكن في لها سرعه، سرعتها مش زيرو. طب ممكن يكون الاثنين؟ ممكن في لحظه تايم زيرو اطلع الاقي الماس بعيد عن نقطه النيوترال بوينت، يعني اكس اوف زيرو ما بتساوي زيرو وكمان الماس لها سرعه. حالها. اوكي ماشي واضحه. اذا ممكن يصير عندي كل الحالات هذه الموجوده هون. تفضل دكتور. طب اذا هي السرعه انه التغير بالازاحه بالتايم صح؟ نعم صحيح. طب اذا انا ما في عندي تغير بالازاحه من وين بتيجي السرعه؟ دكتور قصدك السرعه اللي مكانها بالدفع يعني؟ السرعه اللي هي بتمشي فيها عند النقطه هذيك، اللي بتمر فيها عند النقطه هذيك. سؤالي بتقولي هي في هي دي اكس على دي تي. بس اذا اكس زيرو اصلا مش هيك قصدك؟ هلا ممكن يكون اكس زيرو دي اكس على دي تي مش زيرو؟ ممكن؟ هل شوف السؤال اللي بتسال، هي بتسال بتقول طب كيف بده يكون هي اكس اوف زيرو بتساوي زيرو، يعني عندي عند النقطه هاي بس اكس دوت اوف زيرو مش زيرو، انا ممكن يكون عندي فانكشن قيمتها زيرو لكن عمالها بتزيد، طلع الفانكشن هاي. هاي هذا الفانكشن خلينا نسميها اف اوف تي ها؟ وهي تي هون. هي هون تي وهذه هون اف اوف تي. طلعوا لي على اف اوف تي، عندي النقطة هاي قديش قيمة اف اوف تي؟ زيرو. قديش دي اف على دي تي؟ إلها قيمة لأنه السلوب هو هي ها؟ هو. هل ممكن تكون اف اوف تي نيجاتيف ودي اف على دي تي بوزيتيف؟ ممكن؟ طبعا ممكن. هاي تطلع على اف اوف تي هون، قديش قيمة اف اوف تي عند النقطة هاي؟ نيجاتيف مضبوط، قديش دي اف على دي تي؟ بوزيتيف. طيب هل ممكن تقول دي اف على دي تي زيرو واف اوف تي مش زيرو؟ عند النقطة هاي قديش اف اوف تي؟ نيجاتيف. قديش دي اف على دي تي؟ زيرو. زيرو. اوكي ماشي واضح؟ إذا ما في ارتباط، يعني ممكن الإزاحة تكون زيرو والسرعة تكون نون زيرو، وممكن تكون السرعة زيرو والإزاحة نون زيرو وهكذا، اوكي؟ وانتم اخذتوا كل هذا التفاضل التكامل، اخذتوا المشتقه الاولى والثانيه والثالثه مش هيك؟ وما فيش ارتباط بينهم، ممكن يكون، يعني هون كانه بنحكي احنا هون لو احنا بدنا نربطها بوضعك المالي. تيجي بتقول لي بقول لك يا ايش اسمك؟ معن. معن، بقول لك يا معن شو اخبار الماليه والشهاده؟ تقول لي والله يا دكتور مفلس. صفر، ما فيش معي ولا تعرفه، بس بتقول لي في اخبار جيده، شو؟ عم بتحسن الوضع عندي، هلا بتوقع انه رح اشتغل الاسبوع هذا مش هيك؟ ورح يبدا يجيني مصاري. اذا دي اف على دي تي ايش عندك؟ بوزيتيف مضبوط؟ رغم انه ما بعرف ولا تعريفه بس الوضع وممكن ادخل في المشتقة الثانية ما رح ادخل فيها هلا بس المشتقة الثانية ممكن اقول عم بزيد وحتى الزيادة هاي كمان رح تزيد شوف الأخبار الجيدة ايش؟ يعني في عندك راتب الآن الأسبوع هذا بتاخذه يعني
يعني مصاريك اللي مخزنها في البيت راح تزيد، ومش بس هيك شو عدوك في الشغل؟ زيادة عليه كمان زيادة على الراتب الشهري. شوف شوف الفخار. طيب خلينا نشوف هلا هون ايش بدنا نعمل؟ بدنا نحاول نحل نفس المسألة. ما في عندي اف اوف تي، نعم تفضل تفضل، ما عندي الآن اف اوف تي، بدنا نحل الآن بالانيشال كونديشن. هلا بدنا نرد نرجع مرة ثانية نراجع اللابلاس ترانسفورم، لأن احنا في شغلة بسطناها في اللابلاس ترانسفورم. كنا قلنا في اللابلاس ترانسفورم إذا عندي اف دوت اوف تي ايش قلنا هاي بتتحول؟ اس اف اوف اس. وإذا عندي اف دبل دوت اوف تي اللابلاس ترانسفورم تبعها اس سكوير اس سكوير اف اوف اس. هذا صحيح بس مش دقيق، لانه احنا فرضنا الانيشال كونديشن زيرو، فالمفروض يصير عندي هون ناقص اف زيرو بلس. الزيرو بلس ما تهتموا فيها كثير هلا، اتركوها مش مشكله، ما تهتموا فيها كثير، بس هي بعد الزيرو بشحطه صغيره جدا، لانه مرات بيصير في تغيرات عند الزيرو. فاحنا بنقول هون انه هاي بتساوي اس اف او اس، صحيح زي ما كنا نعمل هون. لاحظوا هاي اي اف هاي في هون تايم دومين، هذه اف اوف تي مش اف او اس، لانها سمول اف هون وهذه على الزيرو. اذا حتى كنا بس احنا ليش كنا نهملها بالاول لما كنا نحل بالاول؟ لما كنا نفترض الانيشال كونديشن زيرو، هلا بطلنا نفترض الانيشال كونديشن زيرو، لازم ارجع للتحويله الصحيحه او البير الصحيحه. البير الصحيحه بتقول انه اف دوت اوف تي بتساوي اس اف اس، لكن بدي اطرح هون بدي اشوف قديش كانت قيمه اف او اكس او ايش ما كانت، هاي هي اكس بالحاله هذه بتكون عندنا ات زيرو. وعندي هون نفس الشيء رح يكون عندي هون اس قالت لما باخذ المشتقه الثانيه. هلا الاثبات ما رح ندخل فيه لانها مادتنا مش لابلاس ترانسفورم هون، خلص انت بتاخذها بالامتحان، انا بجيب لك بعطيك اللابلاس ترانسفورم بيرز وبتشتغل عليهم. مش موضوع يا بدي اثبت لك ليش اللابلاس ترانسفورم هذا هيك، احنا رح نفترضه انه معقد. اذا بحاله المشتقه الثانيه بصير عندي اس سكوير اف او اس، بعدين عندي هون اف او زيرو في اس، كاني اخذت هاي وضربتها في اس، كاني هاي ضربتها في اس، وبعدين دخلت تيرم جديد اف او، وبقدر اكمل كمان اذا بدي اخذ اس كيوب و اس تو ذا فور بكمل المشتقه الرابعه، بس عندي هون هذول الثنتين. اذا هذه ماشي واضحه هون، اذا انا رح ارجع الان هذول لما بطلوا زيرو، وهذول اذا بدي اربطهم على الحاله اللي عندي هون، مين بتكون اف او زيرو؟ اف او زيرو هون مع مين بترتبط؟ مع هذول؟ مع اكس او زيرو. واف دوت او زيرو مع مين بترتبط هون؟ مع في او زيرو. اوكي؟ اذا لازم هلا حتى نحل بشكل صحيح لازم ناخذ هذول بعين الاعتبار. خلينا نفترض الان انه عندي انا الحاله انه اف اوف تي، او خلينا ناخذ الحاله العامه، الحاله العامه انه اف اوف تي بتساوي شيء في لها قيمه يعني مش زيرو، وراح افترض انه اكس اوف زيرو ما بتساوي زيرو، واكس دوت اوف زيرو ما بتساوي زيرو، راح نحل الحل الكامل العام، وبعدين راح نشوف كل حاله من الحالات الخاصه راح يصير عندي. اذا كان في عندي هذا مش زيرو ودول اثنين زيرو، بحول المعادله بالشكل اللي كنا ناخذه. خلينا نرجع مره ثانيه لل differential equation. differential equation كانت عندي f reinforced f of t بدها تساوي لما عملنا f of t بدها تساوي m x double dot of t زائد d x dot of t زائد k x of t. هاي كانت عندي الديفرنشال ايكويشن اللي اشتغلناها المره الماضيه. هلا هون اذا باخذ، هلا وين راح يتاثر الشغل الجديد اللي احنا دخلناه هذول اللي دخلناه هون، وين راح ياثروا علي؟ ما راح ياثروا علي هون، لانه لا بلس ترانسفورم تبع اكس اوف تي شو راح يصير؟ اكس راح يصير اكس اوف اس، مش هيك؟ يعني هون عندي اذا كان اف اوف تي ايش راح يصير لا بلس ترانسفورم تبعها؟ اف اوف اس، اف اوف اس هاي ما راح تتاثر، وهاي ما راح تتاثر، مين راح يتاثر؟ اكس اوف اكس دوت واكس دبل دوت. هلا بدنا ناخذ اللابلاس ترانسفورم ونشوف شو الاختلاف عن السابق راح يصير عندي. لما باخذ اللابلاس ترانسفورم اف اوف تي ايش راح يصير؟ اف اوف اس عندي هون ام. هلا خلينا نشوف شو بدي احطه هون في الاكس دبل دوت. الاكس دبل دوت بتشبه مين؟ بتشبه اللي صار عندي هون، ايش راح يصير عندي؟ اس سكوير اكس اوف اس مضبوط ناقص اس. هلا هون ايش راح يصير عندي؟ اكس سمول اكس او زيرو بلس ناقص في او اكس دوت
نسميها في او اكس دوت او ماشي. هاي كلها واضحة. هاي وين جبناها؟ جبناها من التحول اللي صار. احنا كنا بالاول نهمل هذول اللي بنعتبر انه الانيشال كونديشن زيرو. نكمل ناخذ بي على اكس دوت. ايش راح تصير؟ راح تصير اس اكس اوف اس اللي هي الحاله الاولى ناقص اكس زيرو بلس، والاخيره ما راح تتغير راح تضل كي اكس اوف اس. كيف ممكن اكمل الان؟ شو رايكم؟ ايش ممكن اعمل؟ كيف ممكن ابسط هاي؟ لاحظوا في عندنا اكس اوف اس هون، عندي اكس اوف اس هون، وعندي اكس اوف اس هون. شو بقدر اطلعهم؟ بنجمع. خلينا نجمع الاكس اوف اسز. الاكس اوف اسز اللي جمعتهم كلهم ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي ام اس سكوير. نهمل هلا هذول الاثنين نتركهم شوي، وبعدين عندي هون بي اس، واخر شيء عندي هاي. شو تشبه؟ هاي تشبه اللي كنا نشتغلها بالاول، مش هيك؟ نفس اللي كنا نشتغلها في السابق. مثلا عندي هون هذه بتساوي هون اف اوف اس. بعدين انا عندي في تيرمز بدي اجمعهم. في عندي تيرم رح اجمعه اللي هو اكس 0 بلس، وبعدين عندي كمان هون اكس 0 بلس. فرح يصير عندي هون هلا ناقص اكس 0 بلس، وفي الداخل رح يصير عندي ام اس، وهون عندي ماينس بي بلس بي، لانه الماينس طلعتها انا برا اصلا. وبعدين عندي اخر شيء راح يصير في 0 بلس، ما فيش عندي غير هذا الترم هون مضبوط اللي هو يكون ام. هلا اذا بنطلع من هون راح تشوف عندي في علاقه بين اكس اوف اس واف اوف اس، وبعدين عندي القيم اللي هون راح اضرب هذول القيم على الجهه الثانيه. يعني هاي راح اخذها على الجهه الثانيه راح تصير بلس، وهاي راح اخذها على الجهه الثانيه راح تصير بلس. خليني امسح شوي من هون. راح تصير عندي اكس اوف اس مضروبه في التيرم هذا اللي موجود هون اللي هو ام اس سكوير زائد بي اس زائد بي بيساوي. عندي راح يكون هذا اف اوف اس زائد اكس 0 بلس مضروب في ام اس زائد بي زائد في 0 بلس مضروب في ام. بدي اقسم الطرفين على هاي، فبصير عندي اكس اوف اس بيساوي اف اوف اس الواحد على ام اس سكوير زائد بي اس زائد كي زائد اكس 0 بلس في ام اس زائد بي على ام اس سكوير زائد بي اس زائد كي. واخر شيء عندي هون بي 0 بلس في ام على ام اس سكوير زائد بي اس زائد كي. هلا هاي بتكون نون زيرو باي حاله؟ هذا الجزء اللي هون باي حاله من الثلاث حالات؟ احنا لما بدينا حكينا في عندي ثلاث حالات، شو هم؟ كان عندي زمان شو كنا نشتغل؟ كنا نهمل هذا ونهمل هذا. ليش؟ لانه الانيشال كونديشن تبع اكس كان زيرو، فهي اختفى، والانيشال كونديشن تبع بي كان زيرو. طب لو انا جيت قلت لك في عندي حاله ما فيش فيها فورس وفيها بس انيشال كونديشن لاكس والانيشال فيلوسيتي زيرو، اي واحده بستعمل؟ بتصير هاي، مش هيك؟ بتصير العلاقه بين اكس وباس، اكس وباس بتساوي الانيشال كونديشن لاكس مضروب في هاي ترانسفير فانكشن. لو جيت قلت لك فيش عندي غير فيلوسيتي انيشال فيلوسيتي، فيش عندي فورس ولا اكس، بتصفي؟ هاي. واذا كان عندي فورس بتكون هاي، واذا كان عندي الثلاثه كلهم بستعمل المعادله كلها. اذا هاي وهلا رح ناخذ الحاله. مثلا ممكن ناخذ الحاله اللي بكون في عندي هون بس الانيشال كونديشن، مسكت الماس وحركتها وتركتها، رح تكون هاي مش هيك؟ من هون في رح تكون زيرو، لان لما مسكت هاي وحركتها في اللحظه اللي تركتها قديش كانت سرعه؟ زيرو. بس اكس اوف زيرو ما كانت زيرو، وفيش عندي فورس ما اثرتش عليها بفورس. فلو اخذنا الحاله هاي من هون مثلا، يعني حاله كيس اكس اوف زيرو لا تساوي زيرو، رح يصير عندي اكس اوف اس بتساوي اكس زيرو بلس مضروب في ام اس زائد بي على ام اس سكوير زائد اس زائد كي.
تعرف هلا هاي كم بالحل هذا وكانت اكس هلا 0.1 رح تعمل نحول 1.1 صار عندي 1 ترانسفير فانكشن. شو بتلاحظوا في شيء جديد ما شفناه قبل هيك ترانسفير فانكشن؟ البسط تمام. ايش البسط الان صار فيه؟ تتذكروا هاي ام اس بلس بي شو رح تعطيني؟ لا زيروز تمام رح تعطيني زيروز بالاس بلين. تذكرين بالاس بلين لما رسمنا الزيرو شو شكل الزيرو بالاس بلين؟ دائره. شو شكل البول في الاس بلين؟ اكس. اذا هاي الترانسفير فانكشن فيها 1 0 2 بولز مش هيك؟ ليش 2 بولز؟ مكان البولز ايش اللي بحدد اياه؟ كيف بعرف البولز وين راح يكونوا؟ من القيم ام وبي وكي؟ بخلي المقام صفر. تمام بخلي المقام صفر وبنحدد. شو الثلاث حالات اللي ممكن يطلعوا معي؟ اندر دام اوفر دام كريتيكال دام مش هيك؟ اذا كان اوفر دام السيستم شو راح يكونوا البولز الاثنين هون؟ ريل. اذا كان كريتيكال دام شو راح يكونوا؟ ريل بس ريبيتد. اذا كان اوفر دام اندر دام هون شو راح يكونوا البولز؟ ايماجينري. وهذول بروحوا على الاس بلين هون. اذا هاي تذكروا انتبهوا عليها انه هون لما اخذت حاله الانيشال كونديشن اكس مش زيرو صار عندي ام اس بلس بي. ففي عندي زيرو على ماينس بي على ام. في زيرو على ماينس بي على ام لهذا السيستم.